البحر والمية، يا عاشقين السمك حدوتي بحرية، راح نسمعوها ونشوفوها من بحرك يا اسكندرية. أصل اسكندرية عروسة ومياسة محنية، بحرها بحر خير ورزق وصيد السمك غية. تلاقي فيه سنارة وشبكة مراكبية، الشبك سمكة غرقانة في المية، أيوه على طعمها وهي مقلية، ولا على ريحتها وشكلها بالردة مشوية. حلقتنا اليوم عن أشهر المأكولات البحرية. للسمك حواديت كتير، وبداية الحواديت حدوتة مصرية من عهد القدماء المصريين اللي سجلوا نقوش تدل على مدى تقديرهم واهتمامهم بالسمك، واللي كانوا بيعتبروا وجوده دليل ورمز للخير والفيضان المبروك لبر مصر. أما في العهد الحديث، قال صدقي باشا رئيس وزراء مصر في خطبة له عن أهمية السمك في اقتصاد مصر، ومن بعدها تسجل الحكومة في الكتب كل أنواع السمك في البحر، ويزيد حبنا للسمك بمرور الزمن والوقت، ما هو أصل طعمه وحدوته ورثناها أباً عن جد. من قلب محافظة الإسكندرية، من الكورنيش، من أحلى وأطعم مطعم سمك في إسكندرية كلها، ومعانا مالك المطعم الأستاذ خالد. أهلا بيك يا أستاذ خالد، منورنا. طيب كلمني بقى عن المطعم، كانت بدايته إمتى؟ واحكي لي كده، يعني ليكوا أصناف معينة بتتميزوا بيها، ولا سمك تقليدي جدا بس النفس بقى هو اللي بيخطر؟ لا، احنا بنقدم التقليدي وبنقدم المميز، وبنحاول نبتكر ندخل أصناف جديدة، نزود أصناف، نعمل السمك بطريقة مختلفة. أكيد عندكم حاجة هي اللي بتجذب الزبون أو نجيب السمك يوم بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم. يعني هو ده السر. يوم بيوم. يوم يخلص تاني يوم نجيب سمك يوم. على طول. يعني يعني بنجيب كمية السمك على قد اليوم بالظبط، ما بنجيبش. ما بتضايقش أسماك فبالتالي لا 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 لا، ما فيش الكلام ده خالص. تمام. أستاذ خالد بقى، من خلال خبرتك بقى في العمل اللي هو متوارث أبا عن جد، قولي في فرق ما بين أسماك البحر الأبيض وأسماك البحر الأحمر فعلا؟ أكيد طبعا، إحنا سمك البحر عندنا البحر الأبيض أطعم. هناك البحر الأحمر ممكن تبقى أنواع كتير وأسماء كتير، بس إحنا هنا أطعم، السمك عندنا أطعم. في انواع معينه يعني بينفرد بيها البحر الابيض المتوسط عن البحر الاحمر؟ بصي انا ما اعرفش ايه بالظبط يعني، بس اكيد طبعا. طيب استاذ خالد، خلينا نرجع تاني لموضوعنا السمك. كلمني عن اشهر انواع سمك البحر الابيض المتوسط. اسكندريه بقى عروس البحر الابيض المتوسط، كلمني عن اشهر انواع السمك اللي كمان انتوا بتتميزوا بيه. اشهر سمك بنتميز بيه البربون، سمك البربون، المرجان، الدنيس، القاروص، الدراك، بس كل يعني كل اسم السمكه تبقى ليها شكل معين، بيبقى ليها المسمى بتاعها. طب ايه اكتر الانواع اللي انت بتبقى شايف ان هي بتجذب الجمهور او الزباين، او اكتر النوع بيبقى عليه طلب؟ ممكن ثلاث انواع رئيسيين في اسكندريه هنا، البوري والبربون والدنيس. دول اكتر ثلاث انواع. بالاضافه طبعا بقى الفواكه بتاعت الجمبري والسبيط، دي حاجه اساسيه. بوري بنتكلم على السمك والبربون. ثلاثه دول هم بصراحه احلى انواع. غير لأن بقى ما بيبقاش فيهم شوك كتير. لا بقى السلسله بس، ما فيهوش سفه، يعني السلسله بس. هي بتبقى، قلت لي بتبقى مبطرخه، اسمها مبطرخه يعني فيها. ولا دي اللي بيبقى فيها بطارخ؟ في المواسم بتاعتها بتبقى مبطرخه سمكات. يعني كل سمكه ليها الموسم بتاعها تبقى مبطرخه. على فكره انا لسه هسالك على موضوع المواسم ده، بس خليني الاول اسالك سؤال اهم. الفرق بين سمك المزارع وسمك البحر؟ سمك البحر لا يعلى عليه، نمره واحد يعني طبيعي 100%، يعني ريحه واكل وطعم وكل حاجه. سمك بحر. المزارع بيبقى سمك متغذي على علف كده وكلام كده، غير البحر يعني.
طبعاً الأكل كده نزل. تسلم إيدك. جمبري. الريحة طبعاً لوحدها حكاية. ريحة الأكل. تسلم إيدك. دي كابوريا. كابوريا بال... ده طاجن مكرونة بال... مش مكرونة. أبيض. مكرونة أبيض. عرفنا طلب. ده جمبري بيت أفلام. ده بيبقى مشوي بيتفتح زي الفراشه وبيتشوي بالزبده عشان كده اسمها باتر فلاي. باتر فلاي. وده الطاجن الابيض ده بيبقى عباره عن بيض صبيط. الطاجن الابيض اسمه الطاجن الابيض. دي اكتر اطباق بقى يا استاذ خالد انتوا بتيجي عندكم فيها طلب كتير. تمام. طيب ندوق. هو احنا يعني بصراحه خلينا نبدا كده بالطاجن الابيض. انا معاك بقى تحكي لي. انا عايز تدوقي بقى كده. عايزك تدوقي. حلوه قوي. دي جواها صبيت كمان. جواها صبيت. مش بس هي ميكس بقى حاجات كتير. ايه بقى؟ بيت صبيت وبطارخ وجمبري وكابوريا اتعملوا بالكريمه خش الفرن. بس دقتي البيت؟ كابوريا. دقته طبعا. حلوه قوي. طيب ندوق ده كمان. انا بقى هفرك. ماشي. الجمبري ده بقى عش يعني هو المفروض يتفتح طبعا على الاكل على طول. الله حلو قوي. ده اكبر نوع في ال الجمبري طبعا في انواع اكبر. في انواع اكبر. طبعا. اه ده جامبو. في بقى السوبر جامبو اكبر منه. حلوه قوي جميله. في سوبر جامبو كمان اكبر من كده بتبقى اكبر حجم جمبري عندك. بتلاقي عليها طلب من الناس ولا هم بيحبوا الوسط حجم الوسط ده؟ لا اغلب الناس بتحب الوسط بس الوسط. هو اكتر نوع ينفع في البيتر فلاي هو المقاس ده. على فكره كمان بالمناسبه يا جماعه احنا في هنا سلطه. طبعا السمك ما ينفعش من غير سلطات. في سلطه هنا عالميه بتختص بيها في اسكندريه بس تحديدا مش موجوده في اي محافظه ثانيه من محافظات مصر وهي سلطه الكشك. دي لوحدها يعني موضوع تاني خالص. هو استاذ خالد ده يوصف لكم لان انا بستمتع بالطعم بس. الكشك ده بيتعمل مخصوص يعني بيتعمل اول باول يعني اوردر باوردر ما بيبقاش مثلا كميه حضر الصبح وتطلع على الترابيزات زي السلطات. لا بيبقى اوردر اوردر. الكشك بيتعمل اوردر باوردر. ليه بقى؟ يعني اشمعنى بيبقى اوردر؟ هي عشان هو كده عشان زي ما حضرتك كده دوتي عشان كده هو مميز. عشان كده هو مميز. يعني عشان الكشك صعيدي يعني فانتوا مش بتلاقوه بسهوله. مش بتلاقوه بسهوله. الزبون الصعيد؟ لا طبعا. احنا عندنا مش صعيد. تمام. كلمني عن سلطه الكافيار دي بقى من المحببه للناس. طبعا دي يعني برضو من اشهر انواع السلطات عندي ودايما مطلوبه على طول هي سلطه الكافيار. يعني شيء اساسي على الترابيزه ان الجست بيطلبها سلطه الكافيار. ورز الصياديه كمان عندكم ما شاء الله متميزين بيه جدا يعني. بيبقى ليه نفس كده وطعم. طبعا احنا يعني الاكل عندنا اقرب لاكل البيت. يعني الطاجن الاحمر اللي هو بالصلصه بتاع ست البيوت احنا اقرب البيوت يعني. هو ده اللي احنا يعني او اللي احنا لمسناه فعلا واحنا بندوق بنجرب الاكل بتاعكم. طبعا احنا بنقدم انواع كتير جدا يعني حوالي 32 نوع سمك بطرق مختلفة جدا يعني عندنا اكبر تشكيلة سمك يعني في المطاعم عموما يعني. استاذ خالد طيب في نهاية الحديث عايزك حضرتك تقول لنا ايه اهم النصايح اللي انت تقدمها لاكيلة السمك اللي بيجوا مخصوص اسكندرية عشان يتغدوا غدوة سمك وتعشوا عشوة سمك. اسكندرية دي مرتبطة دايما باكلة السمك حتى لو من محافظة تانية يجي ياخد غدوة سمك ويرجع تاني. بس ايه نصيحة الاكل السمك بالذات اللي ممكن تقدمها لاكلة السمك وعشاء السمك؟ هي السمكة بتبان من عينيها ولا انك نمسك السمكة ونفتح النخشوش. لا هي السمكة بتبان من شكلها. هي شكلها بتبان عليها حية ومش حية. فهو بمجرد النظر للسمك هيعرف اذا كانت السمكة كويسة او لا. مش شرط يبقى خبير في السمك او شرط يمسكها او شرط يفتح النخشوش بتاعها. لا خالص. هو بالنظر. يعني عين السمكة تبقى عاملة ازاي فانا بالتالي اعرف ان السمك ده حلو. هي بتبقى باينه على عينها بتلمع. عينها بتلمع. عينها دي بتبين ان السمك فريش. السمك فريش طبعا. حتى واحنا بنشتري السمك من الحلقه او من السوق من اي حته بتبقى العين بتلمع والخياشيم لونها وردي او بينك.
فاحنا بنبقى عارفين ان هي كده سمكه. وعموما هو السمك امن حاجه تتاكل يعني، امن اكل يتاكل احسن من اللحوم والفراخ بقى والدنيا. امن حاجه يعني، امن حتى لو هو السمك في مشاكل، حتى لو هو في اي مشكله برضه هو امن حاجه. ده حقيقي ده حقيقي. عموما انا في نهايه لقائي بشكر حضرتك جدا وعلى استضافتك الكريمه، ونورتنا وتشرفنا بوجودنا معاك. شكرا ليك يا استاذ خالد. وفي نهايه حلقتنا والكل عشاق السمك، السمك مش بس اكله في صينيه، السمك ده تاريخ وحدوته مصريه، من فجر التاريخ اتعرف وحكايته مذكوره. نشوفكم الحلقه الجايه وطعم جديد وحدوته مش ملتوته. تحياتي نهال خلاف.